اليمين الغموس، اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي تتسبب في غمس صاحبها في النار. اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي تتسبب في غمس صاحبها في النار. وأشد صورها من حلف بعد صلاة العصر يمينا كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم، وإن حلفتها أيضا في وقت غير صلاة العصر فهي غموس كذلك تغمسك في النار. فإذا حلف شخص يمينا كاذبة ليأخذ أموال الناس بالباطل أو ليعطي ناسا أموال أناس آخرين فهي يمين كاذبة تسمى يمين غموس تغمس صاحبها في النار، ولا كفارة لها عند جماهير العلماء، لكن يلزم أن ترد المظلمة إلى أهلها وتستغفر الله وتعمل صالحا لأنك امتهنت اسم الله وحلفت به كاذبا. فاليمين الغموس ليست لها كفارة إطعام 10 مساكين، لا تقل أحلف وأطعم 10 مساكين، لا، إنما كفارتها أن ترد المظلمة إلى أهلها وأن تعمل عملا صالحا كبيرا مع الاستغفار لأنك امتهنت اسم الله. تزداد اليمين الغموس إثما إذا كانت بعد صلاة العصر، وتزداد إذا كانت بعد صلاة العصر من يوم الجمعة، وتزداد إثما وخطرا إذا كانت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا فاجرة بعد صلاة العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والله أعلم.